احنا جينا نفطر عند خي، نشوفوا كل واحد وشنو كيدير. هاللي كيصايب الكبده، هاللي كيقطع البصله، ها انت خوتي با كلشي كي احنا ولا بصله انتيردي، احنا ما انتيرديش بنادم الكبده نقطع حبه هكا هكا. هذيك وجد لاصالات، شوف البلون طرافيكو والله اللي حق هذا راه خدم انا بزز خلي البصله ما ديرش على هذا الجيج ديالنا، هادو هما خوتي اون بو با لي شانجي. اللي كيصايب كفيته شنو كاين، شنو غدير لنا؟ شنو غدير؟ ما كنعطيش على الطبخ ديالي انا. اللي كاين انا كنصايب اي فخاز غادي نديري نطخ، واللي غيصايب الدجاج شنو غديري انت بالدجاج؟ نو نو هادشي ديالي اللي باني الكفته بالدجاج. اسربي واشي لي تاكوس ليباني فوالا. اسربي راه مول الكبده قال كردلو كفتو، ومول الكفته قال كردلو كفتو. وانت شنو غدير لنا بالكبده؟ والو انا غير كنقطع. قالت لي امي باش تكونج ليها عامين. وتديش على الفطور ديال 7 سنين عندكم اللي حاطي. هاد غنديرو اون سالاد. هانتوما الواليده كتغسلها، انا كنقطع الفخاز غادي ندير لي طاخت طاخت الفخاز وسي هذا التوت، درت لا كريم باتيسير وغادي نعمرهم في الفلاطه. هانت قال كيقطع، هانت لا خوتي حادقين اللي كيقطع الدجاج. هذيك المره تقولنا الا كاين شي عائلات باغيين نتزوجوا حتى وحده ما بغات ديها فينا. هانتوما مالتي تمشي حتى حدا مابقات عاجبك. كتزيد الثومة مع ندير كلشي نورمالمون كتقليها مع البصلة تاكل ما تدوش هادو هادو الجوج ديال سيدي موسى هادو الجوج ديال سلا دونك ما تدوش عليهم. انا راني بنسلات الان هاك الكبده حتى هي شنو درتي لها البصله؟ لا انت قليطريه شدات البصله بنت حلاله بنت خبزه وربع كذبوا على عباد الله. ها اللي يجي يقول لك انا سلاوي. حنا 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 كلشي فينا توازن سلا قليطره. لا لا مالنا حنا خريطه امك منين؟ امك ممتازه. امي ممتازه على انت صافي. ايوا هضرتنا شنو؟ هضرتنا كلها تازية. ايوا ما فيها باس. درتي لها الراس. ما فيها باس. درتي شنو فيها؟ خليتيها بالبصله والثومه. الحامض. الحامض. الكمون والملحه والابزر كتجي غزاله مقليه. الريحه ديالها شنو كدير دري عليها؟ وكتعصري عليها الحامض. كتجي مقلية غزالة. خلطتي الكفتة مع البلون بولي. ملي كتاكليها كتقول سي بون. تي توا. اون فافواغ ما بيزو. دونديف افيك. دونديف. طومات. طومات. جي في كونكومب. كونكومب. كريم فريش. فوالا. ليزيون. كدير العصير ديال العصير ديال الليمون والحامض. اه باش كنديروا الماحية والمعجون والقرقوبي. هذه بوغ لا سالاد لافوكا اي تو. وي. اي موا جو كوب لي زيشالوت بوغ لا. شنو هذا؟ سي كوا سا؟ لا صوص بلونش. لا صوص بلونش. سي ميزون. اون فوا فيغ افيك دي زيشالوت واي. سا سي دي فروماج. Fromage. Les échalotes, du citron, les dates, les assiettes, un peu de lait, persil, un peu de menthe. C'est pour le Libanais, ça. Ouais, c'est pour les Libanais, ouais. Voilà. تي عليها تصبروا مع النوس وديري فوق منها سيترون نص نص ديال الحامضه نص الحامضه هذه هي لاصوص ديال الليبانيز صوص بلونش صوص بلونش ايوا
درتي فيها لي كاروت لي غادي لي سالاد طوماط سي سا نو اي افوكا On a parlé de l'eau de les légumes et les autres, c'est le bréouat, le fromage. D'accord. Donnez la sauce blanche, les dernières coubillettes. Nous, je n'ai Donc la sauce, on a fait un peu de nous, les échalotes. C'est fromage, échalotes, nana. Citron. C'est maintenant sous citron. Au thoma. Au thoma ou le melh. Chouïa de chlib, parce que tu es légère. Voilà, parce que tu es légère. Ou des c'est au madness. Ou des pia. Melh, les bizarres. Voilà. Chouïa de soudani à harra. Chouïa de soudani à harra, donc tu feras ça à la tâche. Ou là, c'est vrai que tu es venu là. هذا ما ديش عليه داك خونا المهجيج ديالك اللي كان المشرمل وريتي له داك قبل بغيتي ديرو فيها شويه ديال المعجون شويه ديال القرقوبي مع المغرب مع بلادنا باش يكون صحيح مع التراويح جايه هذه مع التراويح تفيقوا شهيتيني و تسديها بحال هكا صافي و كديرها في لاباغي نسينا درنا لها الفرماج غابي نسينا الفرماج غابي ايوا فوالا و تزيدو فوق منها الفرماج غابي الا بغيتي تعاودي وحدة أخرى سليم يبقى طعبه طماطيش هذا بست درهم دابا اللي بغى ياكل اخويا هو اللي كيتخلص داك المشرمل راه امك 10 درهم راه رضا كلشي سالي رضا 10 درهم انا بالفيروس هادي حنا جينا زعما انفيتي ما كاينش انفيتي يلا قوليها بالعربية انفيتي ولا كتبغي على صحاب سلاح معروضين وانت في بزنطة ما كتهضريش فرونسي وهنا كتهضري فرونسي في الفيديو صح وانا كتجي تعيق عليا هنا اختي واخا تقول السلام عليكم وراه وقتك المعوقة اش تدير هذيك مسكينة لا ما توليلهاش حسن مسكينة عندنا شوية معوقة كيعايروك إلى انتم فالا هذه السلطه ديال ستيفان يعني نا كتقليه البريوات ديالك هذه ما بالسوق سالا نقدم لكم الكبده درت الكبده اجي تشوف ودرت البريك هذا المعوقه كطيب انا اللي درته قبل ما يجيو الخوتي له كتعرفوا الصداع ما كيهبرش يسكتوا انتم سلطه طوماط فيتا سلطه كونكومبر ديشالوت سلطه افوكا طوماط غادي خيزو مع شنو الاخر هنايا هذا عامر باللي ليغوم وهذا عامر بالفرماج والكاشير لا داند لي تاكوس هما جالس كيعمروا لي ليباني والكبده راه جالسه كطيب صافي راه وجدت الحريره سخنتو الحريره ايوا صافي هاي بالي تاخد ديالي ما صورناهمش ابا سلام Aux cerises. Non, ma chérie, cerise là. Non, framboise. Framboise. Cerise. Raoul, tu l'as. Et la partie fraise. Déjà, combien de tartes tu veux venir مع كويس د اتاي سبحان الله ما عنديش معاه الفونطا هبه 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 هب
سليم تا مانجي صافي لا مانجي شوفو شوفو جيتي صافي جيتي نو جو سي با جو فو وازار مي جيتي شوفو مونتري لا فورم دونك البنات هنايا عندنا غادي نعجنوا الرغيفه ديال العيد بالزنجلان وداكشي ما كاينش اللي ما كيعرفهاش هاد الرغيفه كنديروها غير في المناسبات ولا الاعياد دونك فوالا دونك بالنسبه لرغيفه العيد عندنا كيلو ديال الطحين نتوما هادي على حسابنا مي نتوما على حسابكم بغيتو ديروا نص كيلو بغيتو ديروا اللي بغيتو دونك عندنا كيلو ديال الطحين عندنا جوج معالق ديال الزبده مذوبه عندنا جوج معالق ديال الخل سمحوا لي معلقه ديال الخل معلقه كبيره ديال الخل عندنا جوج معالق ديال الورد ديال الازهر اوبس واحد عندنا شويه ديال الملح غير شويه عندنا لا ليفير شيميك غادي نديرو كلشي ونخوضوها مزيان خاصها تدليك وعندنا نص معلقه ديال النافع على راس المعلقه ها النافع صافي ونخلطو الخليط على بالماء على حساب عينيكم تتجمع بس هيدي في الكيلو هلا نسيت نقول لكم هنايا زدت نص كاس ديال الزنجلان ولا السمسم ولا ها هو شفتوا وبخي غنزيدو الماء دافي حسب الخليط نتوما على حساب عينيكم على حساب الكونتيتي اللي درتو ودخ صد ليك دليك 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 دونك خليوها الدور هنايا مزيان وابخي عطاوها ليديكم دليك حتى نديروها دابا هكا بعد ما يتخلط الخليط مزيان غير هكا شويه ما ديروهاش افون وابخي عاد نكبوا الماء وهي كت نتوما شتيو صد ليك دليك دليك خليوها تخدم شحال تتهب هانتوما اللي عندو الماكينة يخليها دلك 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 على خاطرها واللي بيدو يعطيها دلك بيدو واللي ما عندوش الماكينة زعما يدلكها بيدو هانتوما شوفو تبارك الله كي دايرها شوف وحدة مطلوقة دوك دابا نغطيوها بالميكا ونخليوها طارح واو اون اتوندون شنو نعجنو القريشلات ديالنا نعجنو القراش الاصيليين اللي غنديرو ان شاء الله باش نفطرو بهم في العيد دونك بالنسبه للقراش عندنا كيلو ديال الطحين عندنا ربع المعالق كبار ديال السمسم ولا الجنجلان عندنا كاس د سنيده عامر ابخي غادي نزيدو كاس نعمرو كاس ديال الزيت بها وابخي نزيدو كاس ديال ما زهر ومن بعد عندنا كاس ديال الحليب يكون دافي حيت عاد خصني نفيه وميم طوم يدفى نزيدو عليه جوج معالق كبار ديال الزبده نزيدو عليه معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخميره العاديه ونزيدو نص معلقه هنايا ديال النافع نزيدو شويه ثم جوج معالق صغار ونزيدو الخميره الكيميائيه لا ليفير شيميك وشويه الملحه ونضربو كلشي وبيان سور جوج بيضات اوسي بسم الله جوج بيضات دونك فوالا غادي نمشي بعدا نسخن هادشي ونعاد نكبو دونك قلت لكم عندي كاس الحليب اللي غادي نسخن ونزيد عليه جوج معالق الزبده ونزيد عليه الخميره العاديه ونزيد عليه كاس ديال الزيت ومن بعد نص كاس ديال كاس ديال ما زهر طابون وجوج بيضات دابا غادي نفقسهم كما كتشوفوا زدت جوج بيضات ديالي
وزدت عليها الخميره، الخميره ديال العجينه اللي ذوبت. ها هي كاس الزيت ديالنا نزيدو، هيا شوفوا كي كتجي، ما كتجي ما قاصحة ما 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 جارية. دونك نخليوها تخمر شوية ونعاودو نضربو لها طويرة، هي هكا بديت فيه باش تحيد الهوا، نضربو لها طويرة. شوفوا دونك كنطلقوها هكا، ملي كنطلقوها كنلويوها ثلاثة على ثلاثة، وكن كتجي باش كتجي هكا. وابخي كنبداو نقطعوها دي بتي مخصوط هكا كاري باش كت ما كتشدش الوقت، فهمتوا انتم شتي. وها هي الشكل ديالها نهائي صافي. ملي كنجي نطيبوها كنديرو لها غير هكا ونقليوها، هادو مال الرغيفات الصغيورين ديال العيد. دونك حنا بدينا نقليو، سي كطرقهم كطرقهم شويه وعاد نديروهم. وهنا كنبقاو نديرو هكا الزيت فوقهم باش يتنفخوا هكا، وتكون الزيت سخونه خليو باش وما ديروش العافيه مجهده، باش منين نكونوا هكا كنطيبو نديرو فوق منهم باش ما تخليش من الداخل بيضه مازالش وكيتنفخوا. ومن بعد كنديروهم هنايا في العسل وابخي كنديروهم يقطروا. فوالا صافي كنديرو هكا حتى كتكمل. يعني ها انتما الزيت الاخر ديال الرغيفات، ها انتما ها هما ديال الجنجلان الا بغيتو تذكرهم بالجنجلان، وهنايا باللوز مكرمل ومطحون مهرمش هكا كيجيو في الاخر ومع السليف. هذه رغيفة سبيسيال عيد وللمناسبات. والشكل عاوتاني النهائي ديال القريشلات ولا لي بغيوش، شو كي كيجي مفشفش. هاد الشيء راه ماشي محروق، راه حيت دهناهم بالقهوه كيجي هكا كيجي بحال المحروق، ماشي محروق. ها انتما شوفوا الشهوه منه، ها طيب.